نتكلم دلوقتي الولاد اللي مثلونا في طوكيو 2020، خلينا نتكلم بلغه المستقبل شويه. دايما بعد كل بطوله بيبقى في انتقادات كبيره لو خرجنا، يعني الخروج من دور الثمانيه، يعني كنا نتمنى ان احنا نوصل طبعا للدور قبل النهائي، لكن خلينا نتكلم على المستقبل يا ايهاب. ايه اللي انت شايفه ان احنا في وقت، مش هقول لك وقت قصير، لكن في وقت مقبول ان احنا لا يبقى عندنا فريق اولمبي على مستوى عالي جدا ينافس على ميدالية اولمبيه؟ لازم قرارات جذرية يا كابتن نشتغل عليها، اهتمام بالنشأ، توسيع قاعدة الناشئين بشكل كبير في الأندية، مش اهتمام بس بالفريق الأول، كل اهتمامنا منصب في مسار الفريق أهلي وزمالك ومنتخب أول وكله الفريق الأول. لازم مسابقات الناشئين نهتم بيها بشكل أكبر، توسيع قاعدة الناشئين، لازم فتح باب الاحتراف زي ما بنشوف كده أمام اللاعبين المصريين في الصغر. احنا شفنا منتخب البرازيل فيه 6 لاعبين بيلعبوا ما بين لايبزيج، هيرتا برلين، في الدوري الالماني ودوري اسباني ودوري انجليزي، دوريات كبيره جدا. طبعا ماشي، هداف اسبانيا الراجل رافائيل فينيستي لاعب بيلعب في وولفرهامبتون الانجليزي، هو لاعب صغير في السن ودلوقتي بقى عليه صراع حاليا بين كبار انديه اسبانيا، اتلتيكو مدريد كلهم بيتكلموا عليه. فلازم احنا الخطوه الاولى قدامنا زي ما شفنا التطور في السنين اللي فاتت دي اللي عمله محمد صلاح ومحمد النني والطفره اللي عملوها حتى في اداء تريزيجيه طبعا، وتريزيجيه طبعا، محمود حسن تريزيجيه وسلسله لاعبين اللي موجودين بره واحمد المحمدي من سنين طويله وغيرهم وقبليهم اجيال تانية. لازم احنا يعني ايه يا كابتن ان احنا يبقى عندنا دايما مصر، لو جبت كده الخريطه بتاعت الدول اللي عندها عدد لاعبين محترفين الافارقه في العالم هتلاقي مصر في مركزه متاخره، في مرتبه متاخره جدا، في حين هلاقي ساحل العاج وغانا ونيجيريا ومالي والدول دي كلها في الطب لعيبه بتفتح باب الاحتراف. عارف الغريب على طول. ايه الغريب ايه ان احنا يعني احنا بنتكلم في دوت، اعتقد الساده المشاهدين سمعوا الكلام من دوت سنين طويله كتير جدا، وكل ما في اخفاق او خروج من بطوله بنسمع نفس الكلام، ويبقى يا جماعه لازم يكون فعاليات، لازم ولادنا يطلعوا صغيرين، الموضوع بياخد 3 4 ايام ونخش في صراع الدوري وكل ده بيتنسي والمنتخب الاولمبي بيتنسي. وامتى هيتحط خطه؟ يعني امتى هيتحط بلاننج كده؟ وده اعتقادي الشخصي هو ده الطريق الصحيح، انك تحط من دلوقتي انت عندك لعيبه مميزه، تشوف ايه اللي عندك، تشوف ايجابياتك ايه، تشوف ادواتك ايه، وتبدا تحط بلاننج طويل. ان احنا خلاص احنا يعني بنتكلم على الدوره اللي جايه هتكون في باريس، احنا ممكن نخطط للدوره اللي بعد اللي جايه، لكن يكون عندنا بلان، نفسنا يكون عندنا بلان يتخطط له ونمشي عليه لمده 8 سنين عشان يبقى وصلنا للاولمبيات والمنافسه على ميداليه. ده شيء بالنسبه للشعب المصري شيء طبيعي. يعني زي ما قلت لك كابتن لازم خطه طويله الاجل من دلوقتي. اتحدى مسؤول في اتحاد الكره بدون ما نهاجم اي حد ولا نتكلم مسؤول يطلع يقول دلوقتي البلان بتاعت المنتخب ده ايه. المنتخب ده خرج اهو، طب ايه البلان ليه؟ برغم خروجه لازم يبقى في بلان للعيبه دي، لازم يبقى في خطه للعيبه الصغيره دي هنعمل معاهم ايه؟ عندنا في مونديال قطر 2022 لازم نشوف ايه اللي هيحصل. هنعمل ايه مع اللعيبه دي؟ هنستفاد منهم ازاي؟ الايجابيات رغم الخروج من اولمبياد طوكيو طبعا من دور الثمانيه في اكيد لازم في ايجابيات. عارف الصوره كمان مش قاتمه إيه تماما. ان كمان احنا المنتخب الاولمبي بيوصل لمرحله خلاص دول نواه المنتخب الاول، واكيد في عناصر كتيره جدا هتكون مستقبلها مع المنتخب الاول، لكن محدش فكر في الاولمبيات الجايه هي الفرقه مين اللي هيمثلها. ده منتخب الشباب المتواجد دلوقتي، ان لازم الفرقه دي تتعدي بشكل اكتر من رائع، وناخد كمان منتخب الناشئين اللي هيبقى لسه موجود، ان انت تفكر خلال 12 سنه جايين او 16 سنه جايين الفريق ده فهو ده اللي بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على اجيال كتيره جدا بتتواصل ما بنستفدش منها، يعني ما بنستفدش منها على المستوى العالمي ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى اللي احنا بنقوله ده يتنفذ. يا كابتن ايهاب تنظيم، انت المنتخب البرازيلي والمنتخب الالماني عندنا مثال، بالذات المنتخب الالماني التنظيم اللي عنده المنتخب الفرنسي. انا دلوقتي ممكن اطلع لك من موقع الاتحاد مباريات وديه للفرقه في 3 سنين جايين، فرقه الشباب، فرقه الناشئين. ده بلان ان انا بحضر اللعيبه دي، انا بحضر عندي الناشئين بحضرهم بمنتخب شباب، المنتخب الشباب بحضره منتخب اولمبي، ده بيسلم ده، وده كله فيه خطه متكامله وخطه بيشرف عليها الاتحاد. ليه؟ لان هو ده المستقبل في النهايه، بيصب في المنتخب الاول للفرق دي. صحيح. يكون منتخب عالمي قوي، بنشوف منتخب المانيا، بنشوف منتخب فرنسا، منتخب البرازيل، منتخب قادر ينافس وبينافس على اي بطوله يخش فيها سواء في القاره بتاعته او في كاس العالم. ده من خلال ايه؟ من خلال البدء من اول منتخب عنده منتخب الناشئين، وهم بيبصوا لمنتخب الناشئين بيبقى في عينيهم المنتخب الاول. صحيح. انا المنتخب ده بحضره من دلوقتي، ده في وقت بعد كام سنه هيبقى المنتخب الاول بتاعي. طيب. يبقى لازم ليه خطه شامله وكامله.
طبعا بجانب الخطه الشامله والكامله، واملنا ان شاء الله ان يكون لمصر بلاننج طويل كده، ونشوف منتخباتنا يعني بتلعب وبتفوز بالميداليات وبتوصل لاعلى يعني المراكز على مستوى الكره العالميه عندنا.